أنا اسمي حسام شقوف، أسوسيات بمهندس معماري، أسوسيات بمكتب زها حديد. عنا مشاريع بالعراق، صممنا هلأ انتهينا من تصميم البنك العراقي المركزي، بعتقد بإذن الله رح يبدأ العمل فيه على السايت ممكن السنة القادمة، وربحنا مسابقة البرلمان العراقي، وهلأ نحن بانتظار أنه إن شاء الله يبدأ المشروع بالتصميم. بعتقد العراق في كتير opportunities أو فرص للعراق موجودة، وخاصة هلأ بعد تحرير الموصل. من المفترض هلأ نفكر كيف لازم ترجع تنبنى الموصل، يعني الموصل تحديدا ومعظم المدن العراقية. بس قبل أن تبدأ الأعمال، يعني من المفترض أن يكون عندنا ماستر بلان ستدي، أو يعني تخطيط حضري لكل المناطق. هذا التخطيط هو بيحدد لي ما هي مشاريع الانفراستراكشر أو البنى التحتية اللي بدها تكون موجودة بالمنطقة، شو هي الأوبورتيونيتيز والفرص اللي بدها تكون، قديش فرص العمل اللي بدها تنخلق من هذا المشروع. بعد ما يتحدد مشاريع الانفراستراكشر والطرقات، البلوتس اللي بدها تنبني فيها، وقتها بيصير ديستريبيوشن للمشاريع، وهي بيخلق فرص عمل للعراقيين بشكل عام ولأهل الموصل بشكل خاص. بدي حاب احكي على كعضو بالاي بي بي سي اللي هو المنتدى الاقتصادي البريطاني العراقي. بصراحه هو جدا مفيد انه عم يخلق لنا اوبورتيونيتي او فرص، لانه نلتقى باعضاء الحكومه العراقيه بنفس الوقت، ربما رجال الاعمال العراقيين. اليوم كان مميز بدرجه انه احنا التقينا مع اعضاء الحكومه البريطانيه اللي هنون من انترناشونال ديبارتمنت اوف انترناشونال تريد، اللي شرحوا لنا كيف انهم هلا عم يحاولوا انه يربطوا او يحققوا يرفعوا درجه الاعمال والتبادل التجاري بين العراق واليوكي، واللي هو بالنهايه راح يكون الفائده للجميع، سواء لليوكي او للبرايفت سيكتور باليوكي، وبنفس الوقت لأعضاء الحكومة العراقية والبرايفت سيكتور بالعراق.